أقرب إليك. حلقة جديدة من جيل المستقبل، مجموعة متنوعة من الموضوعات والأخبار. وانا بقول لكل الشباب من هنا من جيل المستقبل، ابتكر وكون رائد اعمال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالرصد والتحليل على أداء سوق المال المصرية التي ارتفعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 20% لينهي التعاملات عند مستوى 9442.2 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 83% ليصل إلى 1852.6 نقطة، وطالت الارتفاعات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 97% ليصل إلى 2725.8 نقطة. وعلى صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، فقد جاء قطاع البنوك على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 42.7%، وحل قطاع العقارات ثانيا من حيث التداولات بنسبة 10.4%، واستقر قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الثالث بنسبة 10.2%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه، ليصل إلى 635.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 3.7 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا الأستاذ أيمن فودة، رئيس المجلس الاقتصادي ورئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. أستاذ أيمن مساء الخير. أهلا وسهلا مساء الخير. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. بعد هذا التقرير نستعرض مع الأستاذ أيمن فودة أهم ما جاءت به مؤشرات البورصة المصرية في جلسة اليوم. في جلسة منتصف الأسبوع زين اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على ارتفاع أغلب أسهمها لدى إغلاق التعاملات. البورصة تأثرت بعملية شراء من قبل المستثمرين المصريين، قابلتها عملية بيع من المستثمرين الأجانب والعرب لم تفلح في تغيير دفة المؤشرات نحو الهبوط. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 4.9 مليار جنيه، ليصل إلى 635.750 مليون جنيه. بعد تداولات كلية تجاوزت 3.7 مليار جنيه، نحو 998 مليون جنيه منها تداولات في سوق الأسهم، وأكثر من 2.725 مليون جنيه تداولات في سوق المتعاملين الرئيسيين. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 صعد بنسبة 20%، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 83%، وطالت موجة الارتفاعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 97%، وسيطرت الحركة الصعودية على معظم الأسهم المتداولة،
حيث صعد 80 سهما من 186 سهما جرى التداول عليها، بينما هبط 24 سهما واستقر 82 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. أهلا بحضراتكم من جديد، وبنجدد التحية بالأستاذ أيمن فودة. أستاذ أيمن، ارتفاعات جماعية وده شيء كويس في البورصة المصرية، كانت هناك جلسات متباينة وقبل كده كان في تراجعات، ولكن الحمد لله بقى كذا جلسة الأمور مستقرة في البورصة المصرية. كيف تقرأ جلسة اليوم وارتفاعات اليوم؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هي جلسة اليوم تعتبر ولو إن الارتفاعات بتاعتها يعني مش كبيرة قوي، كانت 2.2% على المؤشر الرئيسي، ولكنه كان أحمر وتحول للأخضر قبل نهاية الجلسة. والمؤشر السبعيني اللي كان أفضل أداء أسهمه المتنوعة وقطاعاته المتنوعة حوالي 1%. المؤشرين الرئيسيين امبارح كانوا في النص الثاني، حصل جني أرباح كبير شوية، يعني من الأخضر حوالي 60 نقطة للأحمر حوالي 100 نقطة. بالنسبة للمؤشر الرئيسي كان جني أرباح طبيعي، الناس كانت بتتحسس أو بتتوقع ان النهارده هيكمل جني الارباح ونوصل لمستويات اقل من اللي احنا وصلنا لها النهارده، الا ان الحمد لله يعني جني الارباح انتهى باداء عرضي على كلا المؤشرين، يمكن اداء عرضي مائل للصعود كمان يعني. فطبعا بعد عده جلسات من الصعود اكيد كنا متوقعين ان يكون يحصل فيه جني ارباح، وده كمان علشان السوق بقاله فتره كبيره، شهور طويله السوق كان في تراجع مضطرد على طول. فالناس طبعا اول ما بتشوف اي ارباح او مكاسب على المراكز بتاعتها بتحاول ان هي تحقق الارباح على ارض الواقع علشان تبتدي من اول وجديد، او تتحول لاسهم اخرى تكون لسه ما انهتش التصحيح بتاعها وتبتدي تاخدها من اول الطريق وتطلع بيها. فده اللي احنا هنشوفه كمان خلال الفتره اللي جايه. يعني المؤشر الرئيسي يمكن امبارح اصطدم بمنطقه 9580 لتاني مرة أو ثالث مرة ويتراجع منها، لأن ده مستوى مقاومة كبير أو رئيسي بالنسبة للمؤشر الرئيسي، وده شيء طبيعي جدا إنه ما يتخطاهوش أو ما يتجاوزوش من أول مرة أو ثاني مرة. والنهاردة ابتدى إن هو يرتد من قبل منطقة ال 9400 أو 9390 وابتدى يرد منها مرة أخرى وأنا على ارتفاع. بالنسبة للمؤشر السبعيني، المؤشر السبعيني يعتبر أفضل أداء خلال الفترة اللي فاتت، يمكن في خلال شهر سبعة المنتهي شفنا المؤشر الرئيسي كان طالع حوالي 1%، المؤشر السبعيني كان منهي الشهر على 3.25% صعود، وكان في بداية الشهر كان في كمان هبوط عنيف لكلا المؤشرين عفوا. فالمؤشر السبعيني برضو عنده منطقة مقاومة عنيفة عند منطقة 1880 نقطة، ودي اصطدم بيها برضو امبارح لتاني مرة وتراجع منها، ولكنه ما كسرش منطقه 1800 الدعم اللي هو الرئيسي بتاعه دلوقتي 1790 1800. والنهارده انا على ارتفاع اكتر من المؤشر الرئيسي كمان، يمكن يقترب من 1% عند 1852 نقطه. حضرتك اتكلمت وقلت ان الارتفاعات مش قويه، هل الارتفاعات دي ممكن تكون بادره لارتفاعات اقوى في الفتره المقبله؟ وتفسير حضرتك بيستند على ايه؟ هو اي ارتفاعات مضطرده يعني متواليه وبيتخللها ارتفاعات في بعض الجلسات بتكون ارتفاعات كبيره، لازم تبدا بالسيناريو اللي احنا فيه ده، وده السيناريو الايجابي لبدايه تحول لاداء صاعد او ترند صاعد على المدى القصير. لازم ان احنا نشوف الاول ارتفاعات، وبعدين نصطدم بجني ارباح، وبعدين نيجي عند المقاومات العنيفه ونتراجع منها، نجرب تاني عند الدعوم القريبه، وبعد كده نبتدي نرجع. واحسن سيناريو كمان ان احنا نخش في منطقه عرضيه مائله للصعود، ولتكن مثلا منطقه ال 8900 9100 لمنطقه 9800 بالنسبه للمؤشر الرئيسي، وان شاء الله ما نوصلش كمان للمنطقه بتاعه الدعم اللي هي 9000 ديت او 8900. يمكن اقصى تراجع ممكن نشوفه على الرئيسي في الوقت الحالي يمكن 9100 مثلا لو عملنا تصحيح، ونقدر ان احنا بتجاوزنا 9600 نقطة اللي احنا واقفين عندها او بنتراجع منها، يبقى عندنا تارجت بقى لل 10150 10200 نقطة ان شاء الله. حركة المستثمرين يا فندم شايفها ازاي الفترة دي؟ حركة المستثمرين خاصة الأجانب، بالنسبة للمستثمرين الأجانب يمكن
الاداء بتاعهم عفوا الاداء بتاعهم يمكن مستمر على البيع، بقاله يمكن البيع المكثف بدا من شهر 9 اللي فات، دخلنا على سنه او 11 شهر، بدات الاسهم اللي معاهم تبقى قليله طبعا، وهم بيبيعوا علشان يقدروا يبيعوا بيبيعوا مراكز وبيشتروا مراكز اقل، ما بيبيعوش على طول متوالي متوالي، يعني برضه بيتخللها جلسات بيكون فيها بيع شراء عشان يقدروا يبيعوا الاسهم بتاعتهم او يعلوا الاسهم بتاعتهم علشان يصرفوا عليها. وبالتالي المبيعات بتاعت الاجانب مستمره، وبس دلوقتي احنا شفنا بادره كويسه من المؤسسات المحليه ان هي بتتناول الاسهم القياديه من المؤسسات الاجنبيه والصناديق الاجنبيه والاوفشور. النهارده مثلا الاجانب محققين صافي بيع 360 مليون جنيه، ده لو ما فيش مؤسسات محليه بترتقط منهم هذه الاسهم، واللي صافي مشترياتها النهارده المؤسسات المحليه 353 مليون جنيه، يعني كنا هنلاقي السوق هيقع وقعه كبيره جدا وهيتراجع تراجعات قويه. ايه سببه يا فندم؟ انما سبب تراجعات الخروجات دي للاجانب ايه؟ هل هم محتاجين مثلا حاجه طروحات اكبر؟ هم محتاجين ايه علشان يستمروا؟ وهل ده بالنسبه لي انا كمسؤول عن البورصه ده مقلق بالنسبه لي، ولا انا اقدر اجيبهم في اي وقت تاني انا عايزه؟ بالنسبه لنا كبورصه احنا المؤسسات الاجنبيه بتتخرج من عندنا بقالها فتره، يمكن من زادت وتيرتها بعد تداعيات كورونا وبعد في خلال الازمه الاوكرانيه الروسيه، ده الاجانب بيتخرجوا من الاسواق الناشئه بالكامل بنسب متفاوته، يمكن النسبه عندنا اكبر شويه لان احنا عندنا اسباب تانية ممكن نتعرض لها، انما المؤسسات الاجنبيه بتتخرج وخروجها ده نقدر نقول في الوقت الحالي يعني خروج كبير ولكنه مؤقت. الاسواق الناشئه بتعتبر يعني سوق جاذب، وخاصه السوق المصري دلوقتي بالاسعار اللي هو فيها الاسهم بتاعته، سوق جاذب للاستثمارات الاجنبيه لان بيحققوا فيها ارباح، هم مش بيجوا علشان خاطرنا مثلا او علشان خاطر يسندوا السوق، هم لهم مصلحتهم طبعا، فهم لما بيلاقوا مصلحتهم في السوق المصري هيجوا على السوق المصري، ولكن احنا اللي نعمل حاجات او محفزات نقدر نجذبهم بيها للسوق بتاعنا ان شاء الله في الوقت القريب. هل ده له علاقة بارتفاع أسعار الفدرال الأمريكي؟ بقالنا فترة بنشهد ارتفاعات، وهل ممكن يكون له ده للفدرال الأمريكي له تأثيرات على البورصة المصرية؟ طبعا هو زادت الوتيرة أكتر كمان لما زادت أسعار الفايدة في الفدرال الأمريكي، احنا شايفين 2.5% دلوقتي تعتبر بالنسبة للفدرال رقم كبير، رقم كبير وغير مسبوق، ولسه في ارتفاعات تانية طبعا ومعلن عنها، فده يعتبر رقم جاذب جدا للاستثمار في أدوات الدين وخاصة في سوق زي السوق الأمريكي. فالتخرجات زادت كمان اكتر وتيرتها مع كل ارتفاع للفايده في الفدرال الامريكي، وده بس بالنسبه لنا احنا يمكن التاثير علينا احنا هيكون ضعيف شويه عن الاسواق الاخرى، لان الاجانب بيخرجوا من عندنا بقالهم فتره طويله، فالاسهم المملوكه المصريه المملوكه اليوم دلوقتي ما بقتش كبيره بالحد اللي هو ياثر على البورصه المصريه التاثير الكبير اللي شفناه قبل كده. وبالتالي المؤسسات الاجنبيه بتحضر نفسها، المؤسسات المحليه بتحضر نفسها، وفي اجتماعات مع رئيس البورصه وبعض المؤسسات المحليه والصناديق المحليه، شفنا يمكن بادره من هيئه الاوقاف، الصناديق بتاعه التامين بالنسبه للتوفير، البريد المصري ابتدى ان هو يدخل استثمارات في الاسهم المصريه، الاسهم المحليه، وبالتالي هنشوف لسه في صناديق وفي بنوك لسه هتخش في السوق المصري ان شاء الله في الوقت القريب عشان نجهز السوق بتاعنا كمان للطروحات المعلن عنها. احنا عندنا 10 طروحات اعلن عنها رئيس الحكومه خلال النصف الثاني من العام، ازاي هنجهز السوق ونزود قيم التداول ونزود رسمنه السوق في الوقت الحالي عشان تبقى جاهزه لنجاح هذه الطروحات. السؤال اللي بيطرح نفسه، ما هو المتوقع في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل؟ ايه هي السيناريوهات؟ هل سيتم رفع اسعار الفايدة ام التثبيت، ام حضرتك شايف ايه؟ احنا عندنا في محددين اساسيين بيقولوا ان احنا يعني لازم هنشوف في رفع. اول حاجة ان هو ما رفعش في الاجتماع اللي فات، بالرغم من ان كان في اكبر رفع للفدرال الامريكي 75%. الاسواق العربيه والخليجيه المجاوره دي تعتبر اسواق منافسه ورفعت في المرتين، تمام، احنا ما رفعناش المره اللي فاتت، دي اول تحدي لينا ان احنا لازم نرفع، تمام. التحدي الثاني ان احنا عايزين دلوقتي قرض او تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وقال لنا لازم يكون في عندنا سياسه مرنه في السياسه النقديه والسياسه الماليه، معنى ذلك ان لازم يكون في تحريك لسعر الصرف، ولازم يكون في تحريك للفايده
بنسب اكبر من اللي احنا فيها دي، وبالتالي ممكن نشوف رفع يعني من 1 لـ1.5% على الاقل في الاجتماع بتاع يوم 18 ان شاء الله. البعض بيبالغ في تحريك سعر الصرف وفي الارقام اللي الشائعات المنتشره، هل حضرتك شايف ان لو في تحريك لسعر الصرف هيكون كبير زي ما هو منتشر؟ لا، ما هو زي بقول لحضرتك يمكن 1% 1.5% لانه ما حركش المره اللي فاتت. صحيح. وفي معلن كمان ان في لازم نجهز نفسنا للرفعات اكتر على مدار الشهور الباقيه من السنه، وانت بتبقى مضطر للحاجات دي بالظبط، لان الفيدرال الامريكي قال ان هو بصدد ان هو يرفع لغايه 3.5 أو 4%، وشايفين كمان ان الكلام اللي حصل دوت او الرفعات اللي حصلت ما كبحتش جماع نسب التضخم اللي موجوده في امريكا او في اوروبا او في الاسواق العربيه، كله لسه بيرتفع كمان، يعني لسه التضخم مش واقف او تراجع، ده لسه فيه ارتفاعات، يعني وصل في امريكا 9.1% لاول مره، وصل للاتحاد الاوروبي لبعض الدول ل 8.9، وصل عندنا تعدى ال 15. فدلوقتي الفايده دلوقتي موجوده عندنا وفي معظم الاسواق وبالذات العربيه بالسالب، وبالتالي مش هتلاقي استثمارات او في ادخارات او في ودايع بالطريقه ديت لو الفايده ما ارتفعتش، لازم هترتفع علشان يكون في استثمار ايجابي ويكون في نسبه الفايده ايجابيه بالنسبه للمودع. النفط والذهب يا فندم تقييمك اليوم ايه؟ بالنسبه للنفط، بالنسبه للنفط احنا شايفينه بيتداول او بيتارجح في منطقه عرضيه ما بين ال 95 96 دولار لخام برنت لغايه ال 105. كل ما هيكون في تداعيات للازمات الماليه الموجوده عالميا وفي تخوفات من الركود هنلاقيه هتراجع النفط. كل ما يكون في بوادر تحسن وفي بوادر لان الطلب هيزيد هيكون في صعود، فهو هيخليه في المنطقه دي من 95 96 لغايه 105 110 ما لم يحدث حدث جلل يزود الانتاج او يزود الطلب علشان الاسعار تقل، او المعروض بتاعه يزيد عشان الاسعار تقل، او يحصل حاجه لا قدر الله تخلي في طلب هيزيد والانتاج يقل يخلي الاسعار ترتفع. انما هو دلوقتي في منطقه عرضيه نتوقع ان هو هيستمر فيها ما بين 95 105، مش هيخرج منها الا اذا كان حدث جلل يقلل الطلب او يزوده وبالتالي يزود السعر او يقلل. استاذ ايمن فوده رئيس لجنه اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي بشكرك شكرا جزيلا. عفوا، شرفتني ونورتني. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقه النهارده في مؤشر النيل، غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم في امان الله، شكرا لكم.